عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. حبايبي النهارده ان شاء الله انا جايه هعمل لكم سمك بلطي مقلي، بس بعد كده هحطه في صلصه. دي الصلصه، انا جبت طماطم وضربتها في الخلاط، جبت نص كيلو طماطم ضربته في الخلاط، وده كيلو سمك، وجبت فلفل حامي زي ما انتم شايفين كده، يا دوبك فتحت غسلته وفتحت الواحده على اتنين، ودوت فلفل كبير قطعته، وده الدقيق طبعا عشان اقلي السمك. فان شاء الله باذن الله هنقليه وهحطه، واما اجي احطه في الصلصه هوريه لكم بعد ما اخلصه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب تكون اي حاجه بعملها بتفيدكم وتكونوا بتستفادوا مني. انا طبعا حشيت السمك، انا جبته وغسلته ونضفته وحشيته التومه وكل حاجه كده على القلي على طول. ان شاء الله باذن الله هخلص كله باذن الله. لما اجي اعمل الصلصه هوريكم انا بعمل ايه، وباذن الله ان شاء الله تكون اي حاجه بنزلها تكون بتعجبكم وتكون بتنال اعجابكم. ما تنسوش يا حبايبي تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا مشاركه وشير علشان خاطر نوصل ان شاء الله بيكم ونكبر مع بعضينا ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اللهم احسن ما بين ايدينا ان شاء الله، ويجعلني نافع عليكم ونغيركم باذن الله. سلام مؤقت حبايبي، هرجع لكم تاني. حبايبي انا جيت لكم تاني اهوت كده، نقلت السمك بالفلفل زي ما انتم شايفين، وهنا انا عملت صلصه. الصلصه دي عملتها ازاي؟ خدت حته من التومه اللي كنت ادقها للسمك وحبه زيت صغيرين وقلتها، ورحت حاطه عليها الصلصه كنت ضربها في الخلاط. وكده بقى ان شاء الله هنفضيها كده زي ما انتم شايفين على السمك كده. حبايب قلبي صلوا على رسول الله، يا حبايبي صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده انا بحب يبقى ناشف كده، ما بحبوش يبقى ايه في ميه كتير وصلصه كتير وكده ويبقى صايت ويبقى مش حلو. لا انا بحب اعمله كده. ايه رايكم حبايب قلبي؟ يا رب يكون الفيديو يعجبكم ان شاء الله. صلى على رسول الله ودعموني حبايب قلبي، ادعموني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين؟ ايه رايكم يا حبايبي؟ يا ريت تكتبوا لي على تعليقكم في تكتبوا الكومنت كده وتقولوا لي ايه رايكم في السمك. يا رب تكون الطريقه عجباكم ان شاء الله. طبعا انا ما جبتش بالظبط، انا عملت ليه كله وكده كده معروف يعني ايه اللي بيتعمل زي ما انتم شايفين كده حبايبي. صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل حبه رز بقى ان شاء الله بالبصله. وعلى الله يكون الفيديو نال عجبكم، وما تنسوش تدعموني وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا مشاركه للفيديو وتسلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.